بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، إنك على ما تشاء قدير. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ سعيد أحمد البالنبولي رحمه الله، نفعنا الله به وبكم سيدي آمين. المعقولات الأولى، المعقولات الثانية. كنا نتكلم في المرة الماضية سيدي عن الأمور الاعتبارية الواقعية والأمور الاعتبارية المحضة، انهيناها بعضها مباشرة. ماشي. المعقولات الأولى قال هي ما يكون له مصداق في الخارج كتصور الإنسان، كتصور إنسان وحيوان. المعقولات الثانية هي ما لا يكون له مصداق في الخارج كتصور كلية الإنسان ونوعيته. يعني أنت دلوقتي لما تقول أحمد الدمنهوري، يعني عقلك لهذا هو معقولات أولى. طيب تصورك بقى لإنسانيته إلى مثلا تدينه إلى كذا، كل دي معقولات ثانية، لأنه لا وجود لها في الخارج، ليس لها مصداق في الخارج. وليس لها مصداق في الخارج مش معناها إنها مش متشخصة فيه، معناها إنه لا وجود لها في الخارج وحدها. يعني لما نقول مثلا الشيخ محمود الحاج، طيب أنا الآن لما أتصور الشيخ محمود هذه معقولة أولى. طيب لما أتصور بقى علم الشيخ محمود، لا ده معقولات ثانية، لأنه لا وجود له في الخارج. إيه معنى لا وجود له في الخارج؟ يعني ما عندوش علم، أنا بسلب عنه العلم؟ لا، مش معناه كده، لكن معناه أن علمه لا يوجد وحده في الخارج. معناه أن علمه، أن إنسانيته، أن التزامه، أن تدينه، أن أخلاقه لا توجد وحدها في الخارج، وإنما توجد دائما مرتبطة به، فهي معقولات، فلذلك تسمى معقولات ثانية. يبقى إذن المعقولات الأولى هي ما له مصداق في الخارج، المعقولات الثانية هي ما لا يكون له مصداق في الخارج كتصور كلية الإنسان. كلية الإنسان يعني الإنسانية، العدالة، الالتزام، التدين، الجمال، وهكذا، كل دي كليات من المعقولات الثانية، يعني لا وجود لها في الخارج منفصلة أو وحدها. ماشي. يقول الشيخ في الحاشية سيدي ويقال لها ثانية لأنها تتصور ثانيا، أي بعد تصور الإنسان، ولا يحاذيها شيء في الخارج. لا يحاذيها شيء في الخارج، يعني فيش حاجة اسمها الجمال ماشية لوحدها كده، لكن في جمال الطبيعة، في جمال الوجه، في جمال الماء، في جمال السماء، واخد بالك أنت، لكن مفيش جمال لوحده ماشي كده في الشارع نحس تقول إيه ده، شوف الجمال هناك أهو ماشي أهو، لا. واضح؟ نعم سيدي. بعدها ينتقل سيدي يقول القوة والفعل. القوة إمكان حصول الشيء، والفعل الحصول في أحد الأزمنة. زي ما كده منقول الماء مرون بالقوة والفعل، خلاص. الماء مرون، حين يكون الماء في الكوب فهو مرون. ليه؟ لأنه في إمكانه أن يروي، فهذا مرون، فهذا الماء مرون بالقوة لإمكان التروية، لإمكانه أن يقوم بهذه الوظيفة. طيب لما بقى أمسك الكوباية وأشرب في زمن من الأزمنة، فهذا إرواء بالفعل. يبقى إذن يسمى مرون وهو في الكوب. ليه؟ لأنه عنده الإمكانية والاستعداد والقدرة دي. لما يروي بالفعل يبقى إيه؟ هذا الآن مرون بالفعل، يعني حصل في زمن من الأزمنة. نفس الكلام لما نقول السيف، السيف قاطع في الغمد يسمى قاطعا. ليه؟ لأنه عنده قوة القطع حتى وإن لم يقطع شيء. طب لما أمسكه وأقطع به حاجة معينة أيضا يسمى قاطعا، لكن هنا يسمى قاطعا بالقوة، يسمى بالقوة
لماذا؟ لأنه قطع في زمن من الأزمنة، قطع بالفعل. واضح يا شباب؟ يقول الشيخ الحاشي: القوة اسم للاستعداد الوصفي، اسم لاستعداد الوصف في الشيء وكونه متوقع الوجود، والفعل اسم لوجود الوصف فيه ظاهرا، كاستعداد الكتابة في الإنسان يعبر عنه بالقوة، وإذا صار كاتبا يعبر عنه بالفعل. يعني احنا بنقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب دي ممكن تطلق على كل البشر، كل البشر، حتى وإن لم يمسك الواحد منهم قلما في يوم الأيام. ماذا نقصد بقولنا الإنسان كاتب؟ يعني فيه القوة والاستعداد والملكة التي إن تعلم استطاع أن يكون كاتبا، بخلاف مثلا النبات، النبات لا يكون كاتبا. واضح؟ طيب، يبقى الإنسان كاتب بالقوة، يعني عنده الاستعداد إنه يكتب. طيب، أنا الآن مسكت القلم وكتبت، صرت كاتبا بالفعل. ماشي. الإشارة في اللغة الإيماء إلى الشيء، وهي قسمان: حسية وعقلية. الإشارة الحسية هي تعيين الشيء بالحس بأنه هنا أو هناك، وذلك التعيين بالامتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهي إلى المشار إليه. يقول الشيخ سيدي عند الامتداد الموهوم، يقول: هذا الامتداد قد يكون امتدادا خطيا، وقد يكون امتدادا سطحيا، وقد يكون امتدادا جسميا. والمراد بالحس الحواس الخمسة الظاهرة، والإشارة الحسية هي الإشارة الحقيقية. طيب، يبقى الإشارة الحسية هي الإشارة الحقيقية، يعني زي بالضبط كده ما أنا دلوقتي قاعد في مكاني و أشير إلى هذه اللوحة التي أمامي وأقول هذه اللوحة، فأنا دلوقتي لما أشير إلى هذه اللوحة التي أمامي، طيب، فأنا عينت شيئا بالحس بالعين، ثم بيني وبين هذا الشيء الذي عينته مسافة، مسافة موهومة، مسافة متخيلة، تبدأ مني وتنتهي إلى المشار إليه. لذلك إحنا بنقول الله عز وجل لا يشار إليه بالإشارة الحسية. ليه بقى الله لا يشار إليه بالإشارة الحسية يا شباب؟ ليه؟ ما يقع في الامتدادات. لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد مسافة بينه وبيننا، لا حدود له سبحانه وتعالى، الله لا حد له، منزه عن الحدود والغايات، الغايات لها النهايات. فأنت إذا قلت إذا قلت بالإشارة الحسية إلى الله، معنى ذلك أن له حدود، معنى ذلك أن في مسافة بينك وبينه، معنى كأن في حد ينتهي عنده. فلذلك الله لا يشار إليه بالإشارة الحسية، لا يشار إليه بالإشارة الحسية. ماشي. الإشارة العقلية هي تعيين الشيء بالعقل، وذلك بالتفات النفس إلى الشيء بحيث يكون ممتازا عن غيره. إذا أنت الشيء قد تشير إليه بالحس أو بالعقل. الإشارة الحسية هي الإشارة الحقيقية التي عندما تشير إلى شيء يكون بينك وبينه مسافة مثلا. طيب، الإشارة العقلية هي التنبيه أو تعيين الشيء، يعني مثلا تقول: الشيخ أشار في الدرس اليوم إلى مفهوم وجوب الوجود. مثلا الشيخ أشار في الدرس اليوم إلى أن الله عز وجل ذاته لا تدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإشارة هنا المراد بها إيه؟ التعيين، تعيين الشيء بالعقل، يعني لفت نظر العقل إليه بحيث يلتفت العقل له، بحيث يركز العقل فيه مثلا. دي الإشارة الإيه؟ العقلية. يبقى الإشارة قد تكون إشارة حسية وقد تكون إشارة ماذا؟ عقلية. طيب، إذا قلنا الله لا يشار إليه بالإشارة الحسية، فهل يشار إليه بالإشارة العقلية يا شيخ محمود؟ نعم سيدي. نعم طبعا. يبقى الله لا يشار له إشارة حسية، لكن يشار إليه إشارة ماذا؟ عقلية، بمعنى أننا يمكننا أن نتحدث عنه سبحانه وتعالى ونميزه عن غيره، فنقول هو واجب الوجود وغيره ممكن الوجود. يبقى دي إشارة إيه؟ إشارة إيه؟ عقلية. ماشي. الوضع، قال: الوضع هو القبول للإشارة الحسية. الحاشية:
الوضع هو التحيز بالذات. بعد هذا قال المحل، قال هو مسرى الجوهر. هو دي مصطلحات، يعني هو ماشي كده، هو عمال ايه يدينا مصطلحات فلسفيه، خد بالك ان هو الكتاب في المصطلحات الفلسفيه. فانت لو قرات في كتب الفلسفه الاشاره العقليه، الاشاره الحسيه، الوضع، يبقى ايه تبقى عارف معنى هذه المصطلحات. المحل يبقى الوضع هو القبول الإشارة الحسية، هو القبول الإشارة. طيب الله سبحانه وتعالى هل له وضع؟ لا سيدي ليس له. طيب الوضع ده ليه مرادف يا شيخ محمود؟ يعني كلمة الوضع دي ليها مرادف عندك؟ هل ممكن مثلا نقول الكيفية؟ صح؟ تحيز مثلا سيدي في الحاشية يقول الكيفية، الوضع التحيز بالذات الكيفية. نعم. هل الله له كيف؟ أبدا، الله لا كيف له، الكيف من الأعراض. إذن الوضع هو القبول الإشارة الحسية، الوضع هو القبول الإشارة الحسية. إذن الله لا وضع له ولا كيفية له ولا تحيز له. ماشي. طيب نقف هنا. نعم جزاك الله خيرا. طب خلينا نخلص المحل والموضوع علشان يبقى وقفنا عند الفن الأول. المحل هو مسرى الجوهر أي الصورة الجسمية، ويقال له الهيولى أيضا، وهو محتاج إلى الحال الساري فيه. احنا عندنا الجسم وعندنا اللي هو الهيولى أو المادة، وعندنا إيه؟ حال، شيء يحل فيه. ماشي. يبقى اسمه الايه؟ المحل. مسرى الجوهر، مسرى الجوهر اي الصوره الجسميه، ويقال له الهيوله ايضا. المحل هو الهيوله، وهو محتاج الى الحال اي الساري فيه. يبقى احنا عندنا ساري ومسرى، ساري ومسرى. المسرى هو المحل الذي يسري فيه. يسري فيه ماذا؟ الجوهر. يبقى الحال هو الجوهر، والجوهر. ماشي. الموضوع ومحل العرض المختص به كالثوب للسواد والبياض، وهو مستغن عن العرض. يعني على هذا هم يفرقون بين المحل والموضوع. نعم. يبقى المحل هو مصدر الجوهر، والموضوع هو محل العرض. يبقى دلوقتي الذات لما نقول ايه دي موضوع وفيها اعراض، نقول انا على الذات موضوع، خلاص كده، حل فيه عرض، حل فيه عرض. لكن ما معنى قوله هو مستغني عن العرض؟ دي بترجع لايه؟ وهو دي عندهم سيد المحل لا يستغني عن عن حاله، اما الموضوع ممكن أن يوجد موضوع بلا عرض، يعني في الزمن الأول مثلا. طيب نقف هنا ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله من الفن الأول. طيب نلتقي على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.